المهندس هيثم إبراهيم، المؤسس المشارك والمدير التجاري لشركة علاجي، خبرة تزيد عن 17 عاماً في بيئات الأعمال الدولية. ساهم في تطوير التجارة والأعمال في قطاع تكنولوجيا المعلومات مع آي تي ووركس. مهندس هيثم إبراهيم، اللي عملت أو سديت ثغرة كبيرة جدا في علاقتنا بالدواء. يعني إحنا مبسوطين إنك معانا النهاردة عشان أنت ساهمت في إن المعاناة تقل. الأول خليني أعرف، تطبيق علاجي ابتدى إزاي؟ يعني كانت فكرة ولا إزاي حصل لك دعم ومساعدة؟ وخصوصاً إحنا النهاردة بنتكلم عن صيدلي وضيفنا مهندس، فلازم تفهمنا إزاي الهندسة خدمت مهنة الصيدلة. تمام، هو الموضوع جه من مشكلة شخصية. يعني كلنا في بشكل أو بآخر حد في عائلتنا مريض بنحتاج له دواء. فأنا والدي مريض بمرض كده، عنده بناين مننجيوما، حاجة تيومر في المخ. إن أنا ألاقي الدواء بتاعه والخدمات اللي هو بيحتاجها ساعات بتاخد وقت. يعني دوري على الدواء في صيدلية واثنين وثلاثة لحد ونكتب على السوشيال ميديا ونسأل الناس لحضرتك والتويتر بقى والفيسبوك وحد عنده بالظبط. المشكلة هنا إن الأزمة بتعمل أزمة. يعني أنا لو مش لاقيه وأول ما هلاقيه، هو والدي محتاج علبة أو اثنين، أنا هجيب خمسة هجيب ستة، غيري اللي ما يلاقيه هيلاقيه بالظبط كده، مع ان انا عندي ستوك. وعارف حضرتك يا باشمهندس الحكايه دي حصلت قوي وقت كورونا، لما ابتدت الناس تخزن فيتامينات وتخزن بالزبط. ادويه وعملنا ازمه بالظبط. فالبيرسونال بروبلم دي خلت انه طب ليه ما نحلهاش؟ مهندس، طيب ما نعمل برنامج يخلي المريض يقدر يصور روشته. انا لو صورت روشته والروشته دي راحت للصيدليات اللي حواليا، الصيدلية اللي عندها تقول لي عندي بكذا وتبعته لي لحد البيت، او انا اروح اخده بالصيدلية ببساطة شديدة. اوكي، توفر وقتي وفي نفس الوقت تسهل، ما يبقاش حصولي على الدواء حاجة هفكر فيها كذا مرة. طب اقول لك حاجة بقى يا باشمهندس، اتفضلي. يعني ما مش صح ان انا اقترح عليك تطوير لكن انا كنت فاهمة ان احنا بنتابع علبة الدواء من ساعة ما خرجت من المصنع ونعرف هي دلوقتي فين. هل ده موجود؟ موجود. الدولة مشكورة، ده أكيد لازم يبقى دور الدولة. ما هو الدولة بتعمل إيه بقى في المنظومة عامة؟ طبع الرؤية 2030 في القطاع الصحي والتطوير، اللي هي الرقمنة بقى، إن هو كله يبقى ديجيتال. ففي جزء منه حاجة ليها علاقة بنظام التتبع، إنه العلبة طالعة من شركة الدواء عليها كل بقى بياناتها، كيو آر كود، الباتش رقم QR كود كده صغير، عارفه زي ما بنروح المطاعم كده بتصوري المنيو دلوقتي بقت بتطلع، هي نفس الفكره، QR كود صغير فيه بيانات كتير قوي عن الدواء من ساعه ما انتج لحد شركه التوزيع استلمته، اتحط على الرف عند الصيدلي. كل ده احنا الدوله عامله النظام بتاع التتبع، هيبتدي يتطبق قريب جدا. بص، انا من خلال البرنامج ده اكتشفت ان الدوله بتدعم قطاعات احنا ما نعرفش انه ده حاصل. فاحكي لي، لان انا عارفه ان انت كمان كنت واحد مزبوط. من الناس اللي استفدت من انه فكرتك ازاي الدوله دعمتها. احكي لي. احنا كان عندنا الفكره خلاص وعايزين نبتدي نعملها، مهندسين عملنا البرنامج، موضوع مش معقد. الحكومه مشكوره بقى كانت عامله مبادره في 2018 اللي هي اسمها فكرتك شركتك، لسه موجوده لحد دلوقتي، انه اتوبيس بسيط بيلف محافظات مصر بيدور على افكار الشباب. دي كانت مبادره عظيمه، هي لسه موجوده جدا. فكرتك شركتك لسه موجودة. وبيدعمونا بشكل مع الهيئه العامه للاستثمار والمناطق الحره بشكل كامل يعني. فبيدوروا على الافكار بتاع الشباب في المحافظات المختلفه. فانا ومصطفى شريكي لما كان عندنا الفكره، طب يعني احنا هنخش نقول كلمتين في هدخل الاتوبيس ده هيصدقوني؟ طيب، فروحنا فعلا، احنا من القاهره فروحنا الاتوبيس، كان واقف قدام وزاره الاستثمار اللي هي في صلاح سالم، وطلعنا اتحدد لنا ميعاد، رحنا قلنا الكلمتين والفكره بتاعتنا كلمتين دول يا جماعه اللي هم البروبوزل او العرض التقديم البدايه. هو بس الناس بتبقى متواضعه اصحاب الافكار، يعني عملت دراسه وعملت قلنا بقى احنا هي بيطلبوا بقى شويه حاجات. في الاول بيطلبوا الكلمتين، هي الفكره ايه؟ خلاص قلتي الفكره، طيب بتفكري تطبقيها ازاي؟ طبعا انت مش عندك تفاصيل، بس بتبيني ان انت
ورا الفكره وعايز اعملها ودي جايه من فعلا مشكله وهحل مشكله. فبتوضحي ده بقى خالص بيمشي وراكي واحده 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 لحد ما في الاخر اتقدم مثلا 2000 فكره تصفيات 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 لحد في الاخر 10 13 شركه. عملوا بقى ايه بقى المبادره الحكوميه دي؟ صراحه حاجات ما كناش متخيلها، اللي هو تدريب على ازاي تحول فكرتك، ازاي تسوق فكرتك، ازاي تراجع فكرتك مع السوق وتظبطها بما يتوافق مع احتياجات السوق بتاعك، ازاي تجيب منها فلوس عشان تقدر تصرف على الشركه. ما هو برضو انت عامل الفكره دي عشان تكبر. انا مبهوره ان في حد بيأثر على ناس مشوار طويل ممكن ياخد منهم سنين. اللي حضرتك بتقوله ده ممكن شركات لوحدها تقعد سنين عشان تتعلمه. ده حقيقي. مش عايز حضرتك تساعدونا كمان في تأسيس الشركة، في الورق، في فتح الحساب البنكي، في كل التفاصيل، لحد ما في الآخر بقى عندي شركة قائمة. وكمان دخلوا عن طريق مسارعات أعمال تبعهم إن إحنا يبقى عندنا تمويل عشان نقدر نبتدي، والبرنامج شاف النور ونزل في 1/1/2019. الله، ايه ده، فرحتني. انا عايزه بس احيي انا عايزه اقول شكرا طبعا للي فكر، وشكرا انك بتفرحنا او بتطمن الناس عندها افكار وشايفه انه ما حدش هيسال فيا، ما حدش هيهتم. ينفع تغششنا ايه مقومات الفكره اللي ممكن تلاقي قبول تحديدا في الفتره دي؟ احنا بنتكلم انه كل حاجه حلولها الكترونيه، ايه الافكار اللي ممكن تلاقي قبول اسرع؟ شبه ايه؟ حاجات كتير قوي. يعني احنا كل يوم بنسمع عن شركات ناشئه او شركات ناشئه بتاخد تمويل. الفكره انه احل مشكله عند الناس. عندنا كانت مشكله شخصيه، غيرنا ممكن يكون شايف مشكله في السوق يحلها. مشكلتك دي مش مشكله شخصيه، هي المشكله الشخصيه خرجت الاحتياج. هو مزبوط. دايما يعني مزبوط. دي مقومات النجاح انك تسد احتياج. مظبوط. وكمان مجرد وجود الفكره ان انا احل مشكله دي حاجه كويسه، بس التنفيذ، هي كلنا بنفكر وكلنا بنطلع افكار كويسه، بس مين عنده المقدره؟ مش حتى المقدره الماديه، ما احنا ما كانش يعني معانا مقدره ماديه، بالعكس احنا دخلنا في برنامج حكومي ساعدنا ان احنا نعمل ده. فهي نحل مشكله، نجري وراها، نفضل ورا الفكره اللي عندنا لحد ما تبقى موجوده، ومجرد بس ما تشوف النور بشكل حتى بسيط هتلاقي 100 ايد تدعمها. حلو قوي. يبقى لازم يكون عندك منتج عشان تطلب دعم. بالظبط، لانه كلنا بنفكر. طب انا عارفه بقى انه في تطوير الفكره ده كان معاك صيادله مش كده؟ احنا عندنا التيم بتاعنا دلوقتي اكتر من 16 شابه كلهم خارجين كليات الصيادله في مصر. شاب او ما هي الصيدله فيها بنات اكتر بكتير، هي طبيعي. محافظات الفيوم وبني سويف. حلو قوي. مين اللي كلامه بيتسمع اكتر؟ اوكي، المهندس ولا الصيدلي في تطبيق لدعوه بخدمه الادويه؟ سؤال كويس جدا. المتحكم الرئيسي في القصه دي حاجتين، العميل، لان هو في الاخر لازم احتياجات العميل هي اللي تلبى. اتنين، لازم تبقي ماشية مع القوانين الدولة والتشريعات اللي بتحكم التعامل ما بين الصيدلي والمريض وفي القطاع الصحي عامة. فده المعلومات دي موجودة فين؟ أكترها طبعا عند الصيدلة. أنا مجرد وسيلة إنيبلر بتساعد وبتسهل، لكن طبعا الموظفين عندي بالذات الصيدلة هم من غيرهم ما يطلعش حاجه. هنستخدمه ازاي؟ من غيرهم ما يطلعش حاجه بجد. انا بس عايزه اطمن الصياد، لان حتى التكنولوجيا كل مهنه حاسه بحاله من الخوف انه ان هي ممكن مصيرها مرتبط او بيتناسب عكسيا مع وجود التكنولوجيا. فهل ده حقيقي؟ هل انت حاسس كده انه مهنه الصيدلي التقليدي اللي واقف في الصيدليه وبيديني دواء فعلا ممكن يتاثر كل ما تزيد التكنولوجيا والتطبيقات؟ هتتاثر ايجابيا، لانه زي ما قلت لحضرتك هو يركز اكتر. يعني لو ما عندوش نظام في الصيدليه يقعد يكتب في ورق ويسجل وبتاع. لا، الوقت ده اهم يتعامل فيه مع المريض ويعرف فيه عن الادويه نفسها. بالظبط. لو عنده سيستم بقى بيساعده، يجيب له روشته اوتوماتيك يبص عليها، يصرف الدواء، يقول له ايه الجديد، كل ده توفر له وقته كصيدلي. حتى في التواصل مع العميل كمان، لو اديته تواصل مع العميل بشكل رقمي يبقى كمان العميل يجيله في التعامل المباشر وكمان يقدر يتعامل بشكل رقمي. دي تسهل جدا 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 على الصيدلي. لكن ان احنا نقول ان التكنولوجيا هتأدي ان الصيدلي مهنته ما تبقاش ما
موجوده او يقل وجوده، ده مستحيل، لان هو عنصر اساسي في المنظومه بتاعه الدواء، وهو الخبير اللي يعرف لما يبص على روشته لا الدوين دول ما ينفعوش مع بعض، الدواء ده تبطل انتاجه فالبديل، فهو يقدر يعمل ده، لكن ما فيش جهاز يقدر يعمل ده بدور الصيدلي. في حاجه في الذكاء الاصطناعي تفك طلاسم خط الدكاتره؟ اتمنى بجد يعني اتمنى ده، اتمنى ده يبقى موجود فيها، بس هو يعني احنا كاشخاص عاديين ان احنا نقراه واحنا عارفين انجليزي كويس صعب جدا أوه. لكن الصيادله بيعرفوا يقروا خط الدكاتره كويس، الحته دي لا طبعا فيها تحدي كبير جدا، بس مع دخول التكنولوجيا بشكل كبير ممكن بنظريه الاحتمالات بس. من نظريه من مرحله الدكتور بقى، ان هو الدكتور لما يجي يكتب الروشته ويعمل التشخيص يعمله بشكل رقمي، فبالتالي الروشتة اللي تطلع من عند الدكتور هتبقى موجودة بشكل رقمي، تتحرك بشكل بالزبط. رقمي، فبالتالي بقى التعامل معاها أسهل، وده كله جاي وقريب جدا إن شاء الله. حلو قوي. واللي جاي بقى أنا عايز أسألك عن اللي جاي، التطبيقات جمالها طبعا في الفكرة، وجمال الفكرة في أنها تتنفذ، بس الأجمل الإتاحة. تمام. إلى أي مدى التطبيقات متاحة، الناس عارفة عنها كفاية ولا أنت محتاج دعاية ليها الناس تعرف أكتر؟ سؤال كويس جدا. الشركات الناشئة عامة التحدي الكبير بتاعها إن هي إزاي توصل للعميل للمستفيد بأقل تكلفة، لأن هي بتتحرك ب ميزانيات محدودة جدا لأن هي شركات ناشئة، وكمان الشركات الناشئة الأصل فيها إن هي تكبر بسرعة، فأنت عايزة تكبري بسرعة وبتمويل محدود وتوصلي لأكبر عدد من الناس. كمية تحديات، يعني الموضوع مش سهل، احنا لما بنشوف في الاخر انه الشركه الناشئه الفلانيه خدت التمويل الفلاني، احنا بنشوف ان النتيجة. احنا بنقر عليكم بس نقعد نركز في الارقام اللي ورا ده قصه في تفاصيل كتير، قصه صعبه جدا. فطبعا ان انا اقدر اوصل للعميل هي دي التحدي، ده تحدي كبير جدا. والتطوير، انا عايزك تحكي لنا كده على ايه مستقبل تطوير حتى الخدمات المرتبطه باتاحه الدواء. تمام. دلوقتي احنا في هتكلم عن مصر، يعني لان هو التطوير في القطاع الرقمي، مش هنسميه قطاع رقمي بقى لان هو انيبلر بقى في القطاعات المختلفه بسبب دخول التكنولوجيا، التطوير بقى هايل جدا وبيزيد سنه عن سنه، وده كله ماشي ومتفق مع رؤيه مصر 2030 في كل قطاع يقدروا في المنظومة كده الكبيرة دي ينقلوا الدولة بشكل سريع جدا، لأنه هي الأصل الشباب اللي بيشتغل. حلو. ومصر ما شاء الله الشباب فيها كتير جدا أكتر ومتعلم وخارجين الكليات كمان ما شاء الله عاليين جدا. بالمناسبة عايز أسألك عن الكلام السلبي اللي بيتقال أنه خارجين الجامعة مش جاهزين لسوق العمل، إلى أي مدى ده صح أو مش صح؟ قول لنا. لا قول الحقيقة. هتكلم عن نفسي. عايز تبقى دبلوماسي. لا هتكلم عن نفسي، مش هقدر أتكلم بنيابة عن حد تاني، بس إحنا في شغلانتنا مثلا أنا بحتاج إيه؟ أنا بحتاج الديفلوبرز المطورين البرامج، وبحتاج الصيادلة اللي يساعدونا في شغل، بالإضافة إلى الحاجات الأساسية المحاسبين وإلى في القطاع التكنولوجي بقى والديفلوبرز، مش عايز أقول لحضرتك في مصر جامدين ازاي شاطرين ومش شرط يكونوا من، يعني مثلا ممكن حد يقول انا خريج تجاره انا هبقى ازاي اطور برامج، حضرتك انا عندي ناس في الشركه بيكتبوا كود خريجين زراعه مثلا هو دارس زراعه بس هو اتعلم نفسه وطور نفسه وشاف ان هو عايز يخش المجال ده، ومش صعب لان هو ما بيعتمدش على اي حاجه غير ذكاء دماغه وتفكيره وذكائه وبس، هو دارس ايه دي حاجه تفيده في حياته، بس هل هو ممكن يكتسب مهاره البرمجه ويشتغل في القطاع ده؟ جدا. الى اي مدى الصيدلي الواقف بيتيح الدواء للناس في الصيدليه ممكن يطور نفسه عشان يواكب التغييرات الكبيره اللي حضرتك بتحكي لنا عليها؟ هو بيطور من نفسه لانه هو اللي خلاني ابقى موجود لانه هو محتاج يركز في شغله، ف محتاج الشركة اللي تعمل له نظام إدارة الصيدلية اللي عنده، ومحتاج يبقى متطور جدا. لو هو هنتكلم عليها إن هي تجارة بشكل أو بآخر، فبدل ما هو بيجي له المريض وجها لوجه، لا في كمان تليفون، في واتساب، في برنامج، وفي حاجات تانية هتزيد إحنا ما نعرفهاش، فهي في الآخر بتفيد الصيدلي مادية، وبتفيد الصيدلي إن هي
تتاح له وقت اكتر يركز في شغلته مع المريض اللي طالب الدواء. انا بشكرك، انا بشكرك لانك من قلب المعاناه طلعت فكره، ولانك نورت لنا على طرق كمان لان اللي عنده فكره يقدر يروح فين، ولانك واحد من المهندسين اللي اضافوا لمهنه مهمه جدا زي مهنه الصيدله. عملت شغل عالي. شكرا لحضرتك. شكرا.